لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة. هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من فاته شيء من الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أبو داود. وعن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أخرجه الترمذي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاقتهما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. أخرجه البخاري ومسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في من صلى ثم أدرك جماعة. عن أبي محجن الديلي عن أبيه رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، فقال لي: ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله، قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا فعلت فصل معهم واجعلها نافلة. أخرجه أحمد. جواز ترك صلاة الجماعة لعذر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. أخرجه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. أخرجه البخاري ومسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفرائض. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبه، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. أخرجه الترمذي. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني، إنها بدعة. أخرجه النسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. أخرجه أبو داود.